حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحلقة عنا عبر الام تي في. واكيد بالبدايه زحله ولبنان بوضعوا اليوم النائب والوزير السابق إلياس جوزيف سكاف. إلياس جوزيف سكاف رئيس الكتله الشعبيه، هو موجود بكل بيت بكل قلب بكل ضمير وطني. عم بيودعوه اللبنانيين اليوم الوداع الاخير، وهو الذي رحل باكرا بعد مرض عضال. واليوم عم نواكب هالجنازة والاستقبالات الشعبية المهيبة، وهيدا دليل قديش السياسة لما بيكون قريب من الناس وللناس، قديش الناس بتكون مخلصة لإله وقديه بتكون متأثرة على غيابه. فنحن بدنا نقول له اليوم، هو عم بيوارث ثرى بعد ساعة ساعتين، بنقول له نم قرير العين، ولكن عينك على لبنان وعلى زحلة وعلى البقاع. لبنان يلي كنت بتحلم فيه هو وطن الكرامة، وطن العزة، وطن الناس ومحبة الناس. ناس ودعوك بمحبة، ولكن اليوم يمكن كنت بتتمنى ومثل ما بيتمنى كل إنسان إنه يكون هذا اللبنان مستقر وأهالي عايشين ببحبوحة وأمان. أنا بدي أتقدم أكيد من عائلته ومن زحلة والبقاع بأحر التعازي، وبكل من عرفه وبالتالي آمن فيه كسياسي كان بخدمته. بدي أقول لهم الله يرحمه، ولبنان عم يخسر كتير من الشباب، عم يخسر كتير من السياسيين الأوادم يلي كان همهم لبنان، فقط لبنان. معلومة. طبعاً الحياة دايماً بتستمر، واليوم الاحتفال برأس السنة الهجرية اللي هو الحدث الثقافي يلي بينتظروه المسلمين في اليوم الأول من شهر المحرم. الشهر الأول في التقويم الإسلامي يستخدم كثير من المسلمين هذا التاريخ حتى يتذكروا أهمية هذا الشهر، حيث حدثت الهجرة اللي هاجر فيها النبي محمد إلى المدينة المنورة. وبالآونة الأخيرة وبفعل العولمة، طبعا مناطق كثيرة ذات أغلبية مسلمة، بدأت الناس تبادل بطاقات والهدايا بهذا اليوم، وإن كان على نطاق ضيق بالنسبة للمسلمين الشيعة، لأنه محرم هو شهر الحزن، شهر الأسى، لأن فيه ذكرى وفاة الإمام الحسين وأصحابه في يوم عاشوراء. أنا بدي عايد الجميع على أمل أن تحمل هذه السنة الهجرية الكثير من الأمل، الكثير من الرجاء، الكثير من البحبوحة، وخصوصا السلام والاستقرار. متابعة. بمتابعتنا، أول من أمس تلقينا اتصالين الحقيقة بيحكوا عن مولدات الكهرباء، ديجونتور أبيض وديجونتور أسود، وحتى ست قالت أنه يمكن ديجونتور أغلى من ديجونتور. حبيت استوضح هذا الموضوع مع منسق حملة المولدات في المتن داني أوديشو، يعطيك العافية. الله معك، يعطيك العافية. يمكن مش جديد هذا الموضوع، ولكن هي أول مرة يطرح عبر برنامج الحل عنا، وبحب أنه يتوضح لكل المشاهدين اليوم. نعم، أول شيء بحييك ست ربيكا، وبدي أقول لك شغلتين بموضوع مولدات الكهرباء. بتعرفي بالمتن نحن في طور تنظيم هالقطاع قدر المستطاع تحت سقف التسعير الرسمية والإعدادات المراقبة من البلدية المختصة. نعم. موضوع الديجونتوريت الأبيض والأسود بالتسعير تصدر بشكل شهري عن المراجع المختصة، بتحدد قد ايه قوة قد ايه تسعير 5 أمبير بكل منطقة. نعم. في بعض أصحاب المولدات أو بعض المواطنين عم يطلبوا نوعية ديجونتوريت معينة تفتح أكثر من 5 أمبير، يعني بتاخذ 6 أمبير و7 أمبير و8 أمبير. اللي هي البيضة أو السوداء حتى؟ البيضة البيضة البيضة. السوداء هي السوداء هي ديجونتور 5 أمبير سنسيبل ثابت. نعم. ما في أكثر. نعم. فبس المواطن عم يطلب ديجونتور أبيض 6 أو أبيض 7 أو أبيض 8، وحتى ضل بمحل محلات المواطن بيكون عم ياخذ حقه، وصاحب المولد عم ياخذ حقه. نعم. طلبنا من أصحاب المولدات بطريقة واضحة، كل مواطن الديجونتور اللي بده اياه والنوعية اللي بده اياها تنحط بموافقته على الوصل، انه هو بده 7 امبير او بده 6 امبير او بده هالنوعية الديجونتور، بينحط على الوصل هالنوعية الديجونتور وهالامبيراج، والدفع بيطلع بشكل رسمي 5 امبير
بالاصل على 5 بالضرر 6 اذا كان 6 يعني ضروره يكون في تنسيق بين صاحب المولد والناس، لانه الست يلي اتصلت من برج حمود تفاجات بالموضوع، يعني ما كان على علمها هذا الشيء. يعني هون على اصحاب مولدات انه يكونوا شفافين مع الناس ويسالون، بدها تكون العمليه بتكون واضحه على الايصال، على الايصال. نعم. بتكون موافقه، يعني ما فيني انا اجي اجبر مواطن او مشترك ياخذ 6 امبير او 7 امبير، هو بالحقيقه بده 5. كيف تحسب الامبيراج يعني بين الخمسه والعشرة؟ كيف بينحسبوا؟ يعني التسعيره بتطلع على الخمسه امبير. نعم. اذا كان اخذ 10 امبير اسود فوادو، نعم، ضرب اثنين. اذا كان اخذ 10 امبير ابيض يعني 12 امبير، بينحط على الوصل ديجونتور 12 امبير، التسعيره بتنقصها مع 5 تنضرب 12. لك الدكتور. وهيك بتنحط بشكل واضح على الايصال، بيكون مكتوب مزيل الايصال بعباره على ان يكون هذا الموضوع بموافقه المشترك، يعني المشترك بده يطلب، ما فيني افرض عليه انا الديجونتور اللي انا بدي اياه، هو بيطلب الديجونتور اللي بده اياه والامبراج اللي بده اياه. نعم، انا بدي اشكرك استاذ داني قديشو لتوضيح هذه النقطه، وانا طبعا بتمنى على كل المشاهدين يكونوا يشوفوا الوصل، وعلى الوصل بيعرفوا شو عم يدفعوا وقد ايه. عنا اكيد فاصل ومنتابع نتلقى اتصالاتكم. منتابع الحل عنا عبر الام تي في واتصالاتكم على 0444444. باخذ اول اتصال. الو. الو، مرحبا حبيبتي مدام ريبيكا. ايه نعم، تفضلي. والله يمكن حبيبتي الله بعدك للعالم اللي ما عم يسمع صوتهم. تفضلي. انا والله كنت عم تحكي من يومين على الزباله بالمدارس. انا نقلت اولادي من مدرسه خاصه مدرسه حكوميه هالسنه ضيق الاوضاع. نعم. وصادف هالمدرسه معموله مكب زباله، مش حدا زباله، هي بمكب زباله. وين؟ باي منطقه مدام؟ هي مدرسه كترمايه الرسميه. نعم. يعني داير من دارها كلها زباله، وكل يوم بتولعوا، يعني عندي 4 اولاد انا، كل يوم هلا حراره، عندي وحده صار معها حساسيه، تصور التلاميذ راحوا على البلديه اشتكوا انه نحن ما قادرين بقى نتحمل، عم نسكر الشبابيك، بس ما في حدا عم بيسمع، قالوا لهم بنولع الصبح بنولع بعد الظهر. ما بعرف والله. هيدي مشكله كمان، حرق النفايات حوالي البيوت وحوالي المدارس، يعني هيدي كلها يعني سموم وامراض، والدليل انه اولادك هلا مرضانين سلامتهم. مدام خليني بكره احكي مع بلديه كترمال اشوف ليه، يعني كيف عم يسمحوا بهالشيء، ومش بس عندكم يعني حتى بمدارس كتير كبيره ومهمه. يعني اذا بدي اخذ، اهلا وسهلا فيكي، اذا بدي اخذ منطقه الويز بعبده، يعني هل يعقل مقابيل مدارس الفوق كله عم بيرمى النفايات والحرق؟ نحن امبارح عالجنا الموضوع مع محافظ جبل لبنان، واوعز الى بلديه، الى شرطه بلديه بعبده الويزه حتى تتابع الموضوع مع المعنيين، لانه باعداد بكميات هائله عم تنرمى النفايات حوالي المدارس وعم تحرق وعم بتسبب يعني اكثر من مرض، يعني مش بس بكترمايا، كمان بالجمهور بالويزه وبعبده. واكيد اليوم وصل لي كثير صور من مدخل مرشعيا برمينا، يعني معيب جدا مدخل العيون ومرشعيا برمينا، ناس يعني اذا منطقه خضراء ناس تستقبل وترمى النفايات على مداخلها على طول الشارع الرئيسي، وحتى الساعه ما حدا رفع ولا اي كيس. كمان هيدي مسؤوليه البلديات تاخذ بعد الاجراءات لحين ما اخيرا تنفذ الخطة اللي وضعها الوزير أكرم الشيب، اللي كلنا ناطرينها اليوم قبل بكرة، اليوم قبل بكرة. وهالعرقلات اللي عم بتصير بتمنى أنه تتذلل، لأنه الكل معني والسلام العام على الجميع. كمان اتصال. ألو ألو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا، يعطيكي ألف عافية. أهلا. الله ياخذ بإيدك يا رب. أهلا. بخلي لنا إياكي مدام ريبيكا، حدثك ساعدتيني قبل بمرة، قصدك قبل مرة انت واهل الخير. انا مرة مريضة، عندي عمليتين المفتوح من فترة قصيرة، عملت عملية شرايين لهلا مع الجرح منه خيط منه مسكر. عندي ولد اللي وقع وساعدتيني كرميله، اللي وقع على الصدى لهلا بعده مشلوح بوجهه، عندي 3 طفالة ولاد ابني بالاسواق، بعتولي واحد منهم هلا بين ايدي، لا عم بقدر اعمل، ما عم بقدر اصرف عليه، وعم بركض منهم، ما عم بقدر امشي على رجلي، على الشرطات بدي اقعد لارتاح لانش اقدر امشي. انت هلا شو الاولويات مدام؟ شو الاولويات عندك؟ يعني كله اولويات. الاولويات اللي عندي انا
قمت عغزلي عبروح عند العالم من بيت لبيت، وضعي كثير ضيق. الصغير يلي وقع يعني يلي بدك تطببيه؟ نعم يا عيوني. الصغير يلي وقع ويلي بدك تطببيه؟ الصغير بدي اصرف عليه، بدي احطه بمدرسة. ايه وين قاعدة حضرتك؟ على مهلك، على مهلك. قديش عمره؟ قديش عمره؟ عمره 8 سنين. 8 سنين، خليكي معي، خليكي معي، خليني اسألك. 8 سنين كان يروح على المدرسة؟ كان بالاس او اس. كان بالاس او اس تبع وين؟ اي منطقة؟ منطقة صفاري. صفاري، اوكي، الجنوب. هلا حاليا ترك الاس او اس؟ نعم، قال بده يجي يعيش معي. طيب اوكي، انت وين ساكنه؟ وين اقرب مدرسه رسميه انت حدك؟ انا بسن الفيل. انت بسن الفيل، ما في ولا مدرسه رسميه بسن الفيل؟ في يا قلبي في مدرسه رسميه، بس انا لي 3 اشهر جيت لي سحبت الملك، ماني دافع اجر 14. ما دام المدرسه الرسميه مجانا. مجانا. إيه يعني إيه؟ خليكي معي. ما دام انا ما في علمه بالبيت، انا بدي ابعته على مدرسه، وهلا اذا بعتيه على المدرسه ما بتدفعي ولا ليره السنه. ما بتدفعي ولا ليره، هيدي فرصه يلي بعد ما راح على المدرسه انه يتسجل. هلا اذا ما عم يقبلوه خلينا احنا نتدخل حتى نرجع ندخله على مدرسه رسميه. هو بصف رزق، هو عمره 8 سنين. تركي لي اسم الصبي اول شيء، تركي لي اسمه الولد اسمه الكامل، نحن بنشوف وين في مدرسه رسميه قريبه بتحطيه بالمدرسه. هيدي نقطة، لأنه ما رح تدفعي ولا ليرة، رح لأنه مجاني. شو القصة الثانية؟ القصة الثانية لا أقدر أرجع على بيتي لكون حد المدرسة، ماني دافع أجار البيت. قديش عليكي أجار مدام؟ قديش عليكي أجار بيت؟ قديش عليكي؟ قديش مكسور؟ علي 4 أشهر أجار البيت. قديش يعني شو قيمتهم؟ 200 بالشهر. 200 ألف أو 200 دولار؟ 200 ألف. يعني عندك 4 اشهر، عندك 800 الف هلا منك دافعه، واكيد فاتوره الكهرباء يا حبيبي. مدام كيف عايشه؟ ما حدا يعني ما عندك رجال؟ ما عندك؟ ما عندي حدا الا الله وانت. ما عندي حدا. كم عندك؟ كم عندك ولد؟ كم عندك ولد؟ عندي 3، وحده متجوزه والصبي الثاني له 4 سنين بالسجن. بيهم للاولاد يعني. يعني هلا انت عايشه مع هيدا الصبي اللي عمره 8 سنوات؟ نعم، يحوم معي الصبي. وهيدا اللي بدك تفوتيه على المدرسه وبدك تطببي وتدفعي اجار البيت؟ نعم يا عيوني. نعم يا حبيبتي، طولي عمرك. طيب بتتركي لنا رقم التليفون دوري؟ اذا عنا رقم التليفون بتمنى يتحط على الشاشه، اذا حدا بحب يساعد هالست يتواصل معها مباشره. يا ريت بنحط رقم التليفون حتى الناس تتواصل معها مباشرة. اتصال جديد. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور، معك مدام سلمان من الحزمية. ايه أهلا مدام. ميرسي. بس بدي أقول لك مدام ربيكا، نحن كنا عاملين مشروع خيام بالبقاع، وبتعرف حضرتك أنه بالشتاء هبطت الخيام. نعم. نحن الخيمة شرينا من شركة زراعية، ما بعرف إذا بحق لي أقول اسمها. نعم. الخيمة مكلفتنا 2250 دولار. اوكي. نحن سكرنا كل مستحقات الخيام، ضل في قسم صغير رجعنا سكرناه، بيقوموا بيرجعوا بيطلبوا منا 1500 دولار زياده. لا بيعطونا كشف حساب، لا بنتصل جوزي بالمحاسب، ممنوع يعطي شيء. اوكي، كثير منيح. بتحكي مع حمايه المستهلك اليوم، اكيد اقفال لانه السنه الهجريه، ينعاد عليكي وعلى كل اللبنانيين. رح نعطيك 17.39. بكره بتحكي مع دغري مع حماية المستهلك، إذا في حدا عم يتلاعب عليكم ممكن حماية المستهلك أنا تتدخل وتحكي مع صاحب الشركة هيدي إنه بتقدر ساعدكم تاخدوا مستحقاتكم. أكيد أنا بعطيكم موعد مشاهدينا بكرة، على أمل التقى فيكم دايما عبر الـ MTV. الحل عنا، إلى اللقاء.